تسعى دائرة الأراضي والأملاك دائماً بخطوات واثقة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون البيئة العقارية الأولى عالمياً الجاذبة للاستثمار، مستندة بذلك على مواردها البشرية ومسخرة جميع الإمكانيات نحو تحقيق رضا وإسعاد متعامليها، حتى أصبح لدينا مؤشر يومي يقيس سعادة المتعامل. في دبي طبعاً ليس بالغريب أن نعمل جميعاً بهمة عالية وبطموح يتخطى الحدود لتشارك بجهودك وأسهاماتك ضمن منظومة حكومية حققت المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وهي الأولى أيضاً في النمو الاقتصادي. فبنات المدينة يعني لنا أننا نسعى دائماً نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ترفع من مستوى القدرة التنافسية للإمارة. فبنات المدينة يعني لنا دائماً أننا نسعى نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ترفع من مستوى القدرة التنافسية للإمارة، وذلك عبر تسخير جميع الموارد والإمكانيات للتطوير والتحسين الذي يعزز من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين. فدائرة الأراضي والأملاك تفخر بأنها تطبق نموذج دبي منذ عام 2011، وتسعى دائماً لوضع مبادرات تحسين متفردة ما أن تطلق حتى تحقق نتائج عالية في الوفرات المالية وفي رضا المتعامل وأسعاده، ومستويات عالية أيضاً في مستوى جودة الخدمات. ففي جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عام 2014 لله الحمد توجت جهود التحسين والتطوير لدينا بأننا ترشحنا ضمن فئة أجندة الرقم 1 عن خدمة إدارة العلاقات العقارية، وهي الخدمة التي تعني بتطبيق اللوائح والنظم الخاصة بتنظيم العلاقات العقارية وجمعيات الملاك وعقود الإيجار. في أجندة التحسين لعام 2014 حرصت الدائرة على توظيف أفضل الأدوات والموارد لتحديد خطة تحسين يتم إشراك جميع المعنيين فيها الداخليين والخارجيين، ويتم تطبيق أفكار إبداعية للتحسين بناء على احتياجات وتوقعات المتعاملين. وطبعا هاي نتج عنها مبادرات تحسين تطلق لأول مرة على مستوى الإمارات والمنطقة. في خطة الدائرة القادمة نحب نقول لمتعاملينا إن إحنا إن شاء الله على مدى 7 سنوات قادمة ستتحول الدائرة إلى المدينة المستدامة الأولى على مستوى العالم، ستجمع الخدمات العقارية الشاملة في مدينة متخصصة في العقار من خلال التسجيل العقاري، التنظيم العقاري، مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والجامعة العقارية، والمتحف العقاري، والمحكمة العقارية، ومركز الاستدامة العقاري، وكذلك مؤسسة الإمارات للحلول العقارية والمركز العقاري العالمي. وكلها بتكون متناغمة في منظومة خدمات شاملة ذات مواصفات تحقق ذات مواصفات أساسية ذكية مستدامة وآمنة.